تابع الأفاضل. انطلاقاتنا مستمرة من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة في أمسية سن الإذاع مسافة 6 كيلومترات. شوطنا 15 ينطلق بحفظ من الله تعالى ورعاية. نتمنى التوفيق والسداد والنجاح لجميع المشاركين. مشاهدين الكرام، نسير مع هذه الأجواء الرياضية الجميلة والأجواء الماطرة هنا في أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية. نبدأ بداية مع هذا الشوط، مع المركز الأول، مع هذه الانطلاقة المميزة. القبة من تأتينا مع البداية بشعر حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي، من يقدم لنا القبة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني شعار بالرملي يتقدم من خلال حضور هذا الاسم، زاهية سهيل بالرملي بن محمد العامري، من يقدم لنا شعاره مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث القدوم والوصول، مشاهدينا الكرام، من تأتي هنا أيضا مع المركز الثالث. تنطلق في هذه اللحظات أسياد محمد بن عايض بن سعيد الرزق، من يأتي مع المركز الثالث والمركز الرابع، رابع الأسماء الوصول والقدوم. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل القادمة في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة اللي بغطي عليها أسياد في هذا المسار المميز والكبير. يا سلام، نتابع مشاهدينا الكرام هذا الوصول والتقدم في هذه اللحظات القادمة المنطلقة الحاضرة في هذه الأمسية التراثية الجميلة. ما شاء الله، هناك من الجانب الآخر تسللت في هذه اللحظات، بدأت تنطلق. مشاهدينا الكرام، من تأتي مع المركز الرابع اللي قادمه زعفرانه أحمد بن سالم بن مبروك القنوبي، يصل في هذه اللحظات في أول نداء في مسار هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة. نتابع أيضا الأسماء الحاضرة، نتابع أيضا الاسم القادم مع المركز الخامس، تأتي هنا في هذه اللحظات وتنطلق. كيف علي بن غانم بن سعيد الخيارين يقدم شعاره مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى، الخمسة النجوم الساطعة في هذا الشوط. مشاهدينا الكرام، جائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة نقدية هناك للفائز بالمركز الأول. يا سلام، زايد مادة الزعفران، يا سلام، من سعيد الحظ الذي أيضا سوف يسجل له نقطة ذهبية في هذه الأمسية التراثية الجميلة، أمسية سن الإذاع، سن الإبداع والإمتاع. مشاهدينا الكرام، عشاق الأصالة، محبين رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة، أجواء ولا أروع يشهدها ميدان التحدي، أجواء مميزة رياضية أيضا ماطرة. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأفاضل، نتابع هذه الأسماء عودة إلى صدارة الشوط، إلى المركز الأول. القبة مع الصدارة، حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي زميلنا المعلق حاضر هنا بآماله وطموحاته، كما خطف رمز في يوم الأمس مع انطلاقة كرار، يحضر هذا الشعار أيضا ليجدد الإنجازات، يبحث عن إنجاز آخر في أمسية سن الإذاع من خلال تواجد القبة مع المركز الأول مع صدارة الشوط. بينما المركز الثاني، نتابع التقدم والوصول من زعفرانه أحمد بن سالم بن مبروك القنوبي، قادمة من السلطنة للمشاركة هنا في أرضية ميدان الشحانية، خصيصا من ميدان المشرف بولاية المضيبي، تحضر هنا أيضا. هذه زعفرانه مع المركز الثاني، المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات. وصلت انذار مطر بن محمد بن دحروي العامري، خاطف سيارتين في الفترة الصباحية، يحضر شعار بن دحروي أيضا بحضور الكبار في هذه الأمسية التراثية الجميلة، يطمع بالسلامات إلى هالي مرغم في هذا المساء المميز والكبير. بينما المركز الرابع حاضر شعار بن رملي مع المركز الرابع، حاضرا بآمال وطموحات هالي المصانع الجنوبية هنا، يقدم لنا اندفاعات وحضور زاهي سهيل بن رملي بن محمد بن مطر العامري، ياتي بشعاره الازرق المميز هنا
في هذه اللحظات يقدم لنا زاهية مع المركز الرابع، لكن اللي تسللت تسلل شعار الخيارين بدأ ينطلق، حاضر أيضا بشعاره الكبير شعاري وانطلاقت وحضور كيف علي بن غانم بن سعيد العلم الخيارين، يقدم لنا أحد الأسماء المميزة في هذه الانطلاقة الرائعة والجميلة في هذه الأمسية الاستثنائية. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع أيضا القدوم هنا في هذه اللحظات، من تصل مشاهدي الكرام لبا نادر بن سالم بن سليم بالورع العامري، يصل ليقدم شعاره لينضم إلى أيضا الكوكبة المميزة، عودة إلى صدارة الشوط، عودة إلى المركز الأول، إلى شعار بن دحروي مع الصدارة مع المركز الأول، انذار مع البداية مع الصدارة في هذه اللحظات، مطر بن محمد بن دحروي العامري يقدم شعاره من خلال تقدم انذار مع المركز الأول، القبة مع المركز الثاني بشعار حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي الحاضر والمنطلق مع ثاني التحديات، المركز الثالث قدوم ووصول في هذه اللحظات من زعفرانه أحمد بن سالم بن مبروك القنوبي، المركز الرابع ما شاء الله شوف القدوم والوصول مشاهدينا الكرام، تحرك الخيارين بدأ يدفع لنا أيضا بانطلاقة وحضور كيف علي بن غانم بن سعيد الخيارين، يا سلام شوف الوصول، وصول اسم جديد ووصلت الشهامة، مبارك بن سهيل بن مبارك بن غانم الاكتبي يصل في هذه الانطلاقة المميزة والكبيرة. مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل موقعنا وين؟ الله يا سلام يا سلام، هنا شوف هذه الإثارة، شوف هذه الانطلاقة، بوابة الكيلو متر الأخير يا بن دحروي، بوابة الكيرو متر الخطير والأخير في هذه الأجواء المميزة، أجواء استثنائية، ناموس ومطر ما شاء الله. هنا البداية صدارة الشوط، انذار مع المركز الأول، مطر بن محمد بن دحروي العامري يأتي بانذار، يدفع لنا بانذار، يطمع بن دحروي بتسجيل الهاتريك في هذا اليوم مع انطلاقة شعاره مع المركز الأول، المركز الثاني القبة حمد بن محمد بن عبد الله الزعبي يقدم هذا الاسم المميز، المركز الثالث القادمة بلشة بخيت بن محمد بن حمد آلف هيدا المري يصل في أول نداء، بينما الوصول أيضا من تستاهل سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي مع المركز الخامس، هكذا هي الأسماء، ولكن خلاص يبدو لي الشوط قفل هنا بن دحروي مع انطلاقة انذار من أيضا مشاهدين الكرام، حافظت على هذا المركز إلى حد هذه اللحظات مؤكدة حضور هذا الشعار الكبير المميز شعار بن دحروي. السلامات إلى أهالي دبي، إلى أهالي مرغم بالتحديد، سلام بن دحروي سلام، مطر بن محمد بن دحروي العامري يأتي بهذا الشعار الكبير المميز كما خطف نقطتين في صباح هذا اليوم، يؤكد حضوره بنقطة ثالثة في هذه الأمسية بدون أوامر، عصاها في البطان، سلام مرغم سلام، سلام بن دحروي سلام، أسعد الله مساك على هذا الفوز والانتصار، مشكور يا راعي انذار، تهانينا والناموس لمطر بن محمد بن دحروي العامري، تهانينا يا ابو محمد على هذا الفوز والانتصار، هنيالك الناموس المركز الثاني. كان الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام من خير ليوسف بن غانم بن اهلي والمركز الثالث. وصلت الاندلس سالم بن سعيد بن راشد بن عمان المهيري والمركز الرابع. المركز الرابع كان الوصول من تستاهل سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي والمركز الخامس. المركز الخامس وصلت بلشة بخيت بن محمد بن حمد الفهيدة المري، تابعنا هذا الشوط ولكن حضر بن دحروي بحضور الكبار معلنا الفوز والانتصار. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، تهانينا والناموس لمطر بن محمد بن دحروي العامري على اختطاف بلشة ناموسي هذا الشوط. مشاهدينا الكرام إذن مشاهدين الكرام ها هي اللقطات البطيئة، لحظة وصول بلشة خاطفة الناموس والانتصار مهدي بن دحروي، هذا الناموس الانتصار، وإلى أهالي مرغم هذا الفوز المسائي المميز، توقيته زمني 9 دقائق 13:38 ثانية، تهانينا والناموس لمطر بن محمد بن دحروي العامري. المركز الثاني كان الوصول مشاهدين الكرام متابعينا الأفاضل اللي حضرت مع المركز الثاني بشعار، كان الوصول والقدوم من خير 9 دقائق
17 ثانية 92 جزء من الثاني، تهانين وناموس ليوسف بن غانم بن أهلي. بينما المركز الثالث وصلت اللي هي الأندلس، نعم شعار بن عمان المهيري 9 دقائق 18 14 جزء من الثاني، تهانين وناموس مشاهدين الكرام لسالم بن سعيد بن عمان المهيري، تهانين وناموس للجميع.